هاي جايز، اهلا وسهلا فيكم بفلوغ مس داي 18. اليوم رح نقضي نهار سوا، عندي برانش هلا. انا صافي قدام ذا فيليج ومعي جوي، رايحه اليوم معي على البرانش. لوليا كلوزيت وبوبا ميلانو عازمين على برانش، فجوي از غانا بي ماي بلس 1. اي دونت نو وات تو اكسبكت، ما بعرف مين رح يكون في هون، بس ليتس جو. يلا يلا. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. خلص الايفنت، اكشلي ما خلص، بس نحن عندنا شيء ففلينا، اعطونا ليتل جودي باج، فهلا حنفتحه بعد ما فتحناه. كان كثير مهضوم الايفنت، شفنا ناس قلنا زمان مش شايفينهم. بريسيلا هاي، طلعنا ليتل بلوش، اذا بدك تفتحي تفرجيهم، اسمه لايك ا دول، اتس فيري بينك. طلعنا كمان برش، طلعنا هون ثلاثه سامبلز لنعرف اي برفيوم رح نحب اكثر شيء. طلعنا كونسيلر اسمه وندر كفر، ليتل سكيني لاينر، وكمان ان اي براو بنسل. طلعنا لايك ا باوتش كيوت، بفتكر في بقلبها شيء، فيها بقلبها ماسكارا وشيء ثاني، ان اي بنسل. Thank you so much بوبا ميلانو ولوليا كلوزيت. هلا رايحين على ثريفت شوب اسمها سكند بيس ببيروت، هلا رح ننزلكم معي وبنحكي تحت عن الموضوع. So let's go. Already I'm late. يلا let's go. وصلت على سكند بيس، كتير مهضوم المحل، بس بدكم تقصدوه، يعني منه انه على الطريق مبين. الكونسبت هو انه it's a thrift shop مثل كل thrift shop، بس الحلو انه عن جد الاسعار super affordable، يعني بمئة الف فيكم تشتروا شيء which is nothing. هلا مبين قدي حلو المحل بالباكراوند. الحلو كمان انه في stylist هون بالمحل، اذا بدكم تعملوا styling لشي ومش عم تعرفوا بتساعدكم. وفي كمان خياطة فيها تعملكم alteration لحال لشي عجبتكم، وفيها شوي اشياء لازم تتزبط for free. وكمان اذا عندكم pieces انتو بتكون تبيعون، فيكم تبيعون هون، بتكون تجوا بينقون وحدة وحدة، مش انه حيلا شيء، which is so nice. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. I love it. كنا ألبسه هيك as a dress. I like it. I will take this. خليك تنقي ايتم لحالي كمان. Really? Yeah. اوكي هيدا اول قميص، اول اوبشن. قديت يو ريتد؟ انا اي ريتد لايك 9 اوفر 10. كثير حلو، حبيت الوانه، كثير حلو. هيدا اوبشن يعني معقول. اوكي يلا، هيدا الشيء اللي انا بدي اياه لنفسي، بس رح نشوف اذا لها. ات از كيوت، كثير حلو. انت حبيتي؟ مرتاحه فيه؟ هيدا البرنت جايز عندي، كثير دارجه يعني. هيدا ايه نيكست؟ اوكي منه ستيله، بس تل مهضوم، بين انه سير ايه دادز جاكيت. انا اي ريد ذس 7 صراحه، انه مش ستيله. يا اوكي هيدا اكيد 9 10 حتى. اوكي يعني هي بناخذها، هي بناخذها اكيد، بس اللي قبله ما ضروري، يعني هي احلى. بس انا رح البسها كمان معلي. لا هي لا بليز، بس تفرجيهم هون فيها ديتيلز جلد. جوي صارت مدام فجاه. لا كثير حلو عن جد. اول مره بجرب اسود بحياتي وحبيت وحتاخده. ما زلني هون رح اعمل لكم اوتفيت اوف ذا داي. هيدا السيت من اكي، التوب من كرانكم، الساك من جي دبليو باي، والشوز من بيرشكا، والنكلس كمان من صوفيا بيروت. رجعنا على السياره، كثير حبينا هالمحل صح؟
Yes, sir. وعن جد super affordable نسبيا لكل المحلات اللي بتروح عليهم. دفعنا هون قد ما بندفع لون بيس بس جبنا شي 5 اشياء وكلهم هيك بليزرز واشياء انه تقال مش انه شي عادي يعني. كل الربح بيروح لفابريك ايد for a good cause. For a good cause. كتير بسطنا كتير حلو المحل كمان مهتمين كتير هن. هلا انا عندي سيربيز صغيرة لجوي بس بدي شوف اذا رح نقدر نعطيها اياها لانه منا معي احي معي رفيقتي. ان شاء الله تكونوا عم تسمعوني. هلا رح نشوف اذا رح نقدر نعمل لها السيربيز. ما كتير انا ما كتير بحط يعني امل بس اوكي. رفيقتي طلعت بعدها بالشغل فقررنا نجي نتغدى ببار 13. انا كتير بحب بار 13 يعني بين اطيب محلات عندي وبلاقي انه هن بين الوحيدين بلبنان اللي بعدها الكواليتي تبعهم كتير منيحة. بس ما بعرف شو عبالي بشوفكم بس قرر شو عبالي. So Joy طلبت البولي فخيت وانا طلبت سير تونا وسابي. هذا اطيب شي عندي يعني يوم 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 وهيك تو يو. انا عند رفيقتي هلا جوي ما قدرت تجي معي لانه عندها صف دانس. السربريز هي انه جبت لها ماكارون من باري. رفيقتي عايشه بباري واجت امبارح على لبنان فطلبت منها تقطع على جوري تجيب لي ماكارون لانه جوي اطيب دسير عندها هو الماكارون. فحفرجيكم اياه هون كانه هيدي الكريسماس بوكس لانها اول مره بشوف هيدي البوكس. رح اكل واحدة اكيد. فجوي هيدي سوبريز عليك رح تكوني شفتيها يعني بس ينزل الفيديو رح تكون اكلتهم كلهم probably. I'm so excited. جوي كتير رح تنبسط منها متوقعة ابدا. منها سوبريز كتير كبيرة بس انه سوبريز انف انه جوي تنبسط فيها. So I'm happy. Yay! A few moments later. قررت انه مش قادرة انطر ورح اكل واحدة. رفيقتي دارسة باتيسري بباري وما بدها تعمل لي مكارون بعد ناقصني. فجأة بس اكلت مكارون صرت احكي فرنسي. بس وحدي خلص عن جد. اكيد صرتوا تعرفوا هالمطبخ. انا عند الودي مع الصبايا كل جمعة بنعمل girls night. فتونايت It's the night. رح نعمل عشاء ونقعد مع بعض وهيك نلتلت. فما فينا ناخدكم معنا سوري لان في اشياء ما فيها اخبركم اياهم. فبحبكم كتير وبشوفكم بكرة. اذا حبيت الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وهيك. See you tomorrow. Bye.